هيكون عندك متجر جوجل بلاي، وحمل اي تطبيق او لعبة اندرويد على الكمبيوتر، سواء لعبة ببجي او فري فاير او اي لعبة عايز تلعبها على الكمبيوتر، بتروح تبحث عنها وتنزلها. نبحث عن ببجي مثلا، وتروح ضغط على انستول او تثبيت او اي تطبيق اندرويد محتاج يكون عندك على الكمبيوتر. عايزك تركز معايا جدا وتطبق الشرح ده خطوة بخطوة للاخر. بعد ما تخلص الخطوات هيكون عندك على جهاز الكمبيوتر متجر جوجل بلاي، وتقدر تنزل اي لعبة او اي برنامج ويشتغل معاك بدون محاكي. قبل ما نبدأ في الخطوات لازم تتأكد ان انت على ويندوز 10 واخر اصدار، ودي تعرف ازاي؟ بتروح على زيز بي سي او ماي كمبيوتر وتضغط كليك يمين، بعد كده بروبرتيز، بعد كده بتنزل تحت شوية لحد ما توصل للإديشن والفيرجن. الإديشن يكون ويندوز 10 برو، والفيرجن يكون 22H2، وتأكد ان الويندوز اللي انت منزلها ويندوز اصلية. تاني حاجة بتتأكد منها ان الويندوز مش محتاج ابديت، بتروح على ستارت، بعد كده بتضغط على علامة الترس، علامة السيتنج، بعد كده بتنزل لحد ابديت اند سكيورتي، بتضغط عليها، بعد كده بتستنى هنا، بتشوف ان يو ار اب تو ديت، تأكد ان انت على العلامة الخضراء ديت ان الويندوز مش محتاج تحديث. ممكن تضغط برضه على شيك فور ابديتس وتستنى شوية لحد ما تشوف هل محتاج تحديث ولا لا. ولو جهازك محتاج تحديثات حدث واعمل ريستارت للجهاز لحد ما يجي لك العلامه الخضراء ديت ان جهازك مش محتاج اي تحديثات. تالت حاجه بتتاكد منها، بتروح على الفور ديفلوبر، بعد كده بتروح على الديفلوبر مود، وتاكد ان ديت معموله على اون، تروح ضغط على يس، تاكد ان هي معموله اون تمام في الديفلوبر مود. بعد كده بتتاكد برضو ان هنا موجود علامه صح في الباور شيل، موجود هنا علامه صح. بعد ما نتاكد من الثلاث حاجات دي هنبدا بقى في الخطوات. هتفتح المتصفح الانترنت الموجود على جهازك وليكن مثلا جوجل كروم، هنيجي على شريط البحث ده ونكتب WSA builds وندوس انتر. هنضغط على اول نتيجه من نتائج البحث، بعد كده هننزل تحت لحد ما نوصل لويندوز 10، بعد كده بختار الاختيار ده داونلود ليتست ستيبل بيلدز ويندوز 10 64 بت، بضغط عليه. هتفتح معايا الصفحه دي، بنزل تحت لحد ما اوصل لكلمه assets اللي هي دي، بعد كده بختار اول اختيار، بروح ضغط عليه لان ده اخر تحديث. هتظهر لي بيانات تحميل الملف زي كده، ببدا احمله واستنى لحد ما ينتهي التحميل. الخطوه اللي بعد كده في شريط البحث ده بتبحث عن كلمه تيرن ويندوز فيتشرز اون اور اوف. اول ما بتكتب كلمه تيرن بيظهر معاك اول اختيار، بتروح ضغط عليه. هتظهر لي الاختيارات ديت، باخد هنا الشريط ده وانزل تحت كده لحد ما اوصل لكلمه ويندوز فيرجوال ماشين بلاتفورم وويندوز هايبر فيزور بلاتفورم، بعلم على الاثنين تمام، فيرجوال ماشين بلاتفورم وويندوز هايبر فيزور بلاتفورم، بعلم على الاثنين كده. بعد كده بروح ضغط على اوكي واستنى لحد ما انزل شويه ملفات هينزلها. بعد ما ينتهي من تنزيل الملفات اللي هو عايزها هيطلب مني اعاده تشغيل الجهاز. بعد ما اعمل ريستارت للجهاز بروح افك الضغط على الملف اللي احنا حملناه عن طريق ان بروح على بي سي، بعد كده داونلودز، بعد كده كومبريس، بعد كده بفعل الملف وكليك يمين، بعد كده اكستراكت هير، وبستنى لحد ما ينتهي من فك الضغط. بعد كده بفتح الفولدر وانزل لحد ما اوصل لكلمه ران اللي هي دي، بقف عليها واضغط كليك يمين، بعد كده ران از ادمنستريتور واستنى شويه. هتظهر لك الشاشه دي، روح ضغط على كونتينيو واستنى لحد ما ينزل الملفات اللي هو محتاجها. بعد ما ينتهي من تثبيت الملفات اللي هو محتاجها هتلاقي متجر جوجل بلاي تلقائي فتح معاك، ولو ما فتحش هتلاقيه متثبت في قائمه ستارت، هتروح على قائمه ستارت، بعد كده هتلاقي جوجل بلاي ستور اهوت، بعد كده تضغط كليك يمين، بعد كده تروح على مور، بعد كده تقول له باين تو تاسك بار علشان يثبت معاك في التاسك بار تحت هنا. قبل ما نسجل دخول بحسابنا على جوجل بلاي، لو انت الشاشه دي لسه مفتوحه معاك اقفلها عادي. بعد كده اروح على ساين ان، هنا احط الجيميل بتاعك، بعد كده ادوس نيكست، بعد كده هنا احط الباسورد بتاع حسابك على جوجل، وبعد كده ادوس نيكست. لو ظهرت لك الشاشه دي فهو بيطلب منك ان انت تتاكد حسابك على جوجل، وهيديك مجموعه من الاختيارات، اختار الاختيار ده اللي هو يبعت لك كود لرقم تليفونك، ان انت هتكمل رقم تليفونك وهيبعت لك كود عليه. هتظهر لك الشاشه دي، روح ضغط على كونتينيو، هنا هتحط رقم تليفونك كامل، وبعد كده تضغط على سند. اتاكد ان انت حاطط رقم التليفون اللي انت ربطه بحسابك على جوجل، هيجي لك كود على تليفونك حطه هنا، وبعد كده اضغط على نيكست. هتظهر لك الشاشه دي، انزل تحت وبعد كده اضغط على يس اي ام ان. هتظهر لك الشاشه دي، روح ضغط على اي اجري. ومبروك عليك يا صاحبي، تم تنزيل متجر جوجل بلاي على الكمبيوتر، بقى عندك نظام تشغيل اندرويد، تقدر تنزل التطبيقات اللي انت عايزها، وتقدر تنزل الالعاب اللي انت عايزها وتلعب براحتك. زي ما انتم شايفين ادي الالعاب، ببجي وكل العاب وكاندي كراش، كل العاب اللي على الموبايل بتاعك تقدر تلعبها، تنزلها على الجهاز وتلعبها، وكل التطبيقات الموجوده برضو على موبايلك تقدر تنزلها على جهاز الكمبيوتر. تعالوا مع بعض نجرب مثلا واتساب، نضغط على انستال، ننتظر لحد ما ينزل تطبيق الواتساب، هنشوف مع بعض. ونقدر ننزل انستجرام، نقدر ننزل تيك توك، اي برنامج احنا محتاجينه نقدر ننزله ونستخدمه عادي جدا.
او اي لعبة. كده الواتساب اتثبت عندنا على الجهاز، نقدر نوصله ازاي؟ نروح على ستارت، ونلاقي زي ما انتم شايفين ادي الواتساب، ادي المتجر بتاعنا وادي الواتساب، متجر هنا والمتجر برضو احنا ثبتناه في التاسك بار تحت. عايزين نحطه، لو عايزين نحط شورت كات على الجهاز فاحنا بنسحبه كده بس بكل بساطة، بيتسحب بيتحط على الديسك توب كشورت كات. عايز تسيبه على التاسك بار سيبه، عايز تسيبه كشورت كات سيبه، في الحالتين هيشتغل معاك بدون اي مشاكل. بالنسبة بقى للبرامج اللي انت بتنزلها واللي بتنزل هنا في قائمة الستارت، لو عايز برضو تسحبها بنفس الطريقة بتاخدها كده شورت كات تمام على الديسكتوب، تسحب البرنامج بعد ما ينزل بتسحبه على الديسكتوب زي ما احنا عملنا كده. نقدر بقى نستخدم الواتساب عادي جدا زي ما انتم شايفين. عايزين ننزل مثلا برنامج التليجرام برضو بنضغط عليه كده، وبعد كده بنضغط على انستول ونستنى لحد ما ينزل على الجهاز. وبالطريقة دي نقدر ننزل اي تطبيق او اي لعبة من متجر جوجل بلاي على الكمبيوتر ونستخدمها بكل بساطة. ولو احنا عايزين نبحث عن لعبة معينة او برنامج معين، فاحنا عندنا السيرش هنا اهو، بنروح ضاغطين هنا ونكتب اللعبة اللي احنا عايزينها وليكن مثلا ببجي، وندوس انتر. بعد كده بنضغط على انستول وننزلها على الكمبيوتر ونستخدمها. طب لو احنا عايزين ننزلها على الكمبيوتر وعلى الموبايل في نفس الوقت، بنضغط على السهم اللي نازل تحت ده، وبعد كده بنعلم على علامتين، هنكون هنا العلامة دي والعلامة دي، وبعد كده بنروح ضاغطين على انستول. عايزينها تنزل بس على الكمبيوتر بس، فبنسيب العلامة ديت ونروح ضاغطين على انستول. وبكده بقى معانا متجر جوجل بلاي كامل، فيه كل الألعاب اللي احنا عايزين نلعبها وفيه كل البرامج اللي احنا بنحبها على الموبايل، نقدر نستخدمها على الكمبيوتر بدون أي مشاكل. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك واشتراك علشان يوصلكم كل جديد وحصري.